نحن الآن على أعتاب شهر رجب الأصب. هذا الشهر يسمى رجب لأن رجب كما ورد في الأحاديث نهر في الجنة أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وفي الحديث إن من صام يوما من هذا الشهر نقاه الله من ذلك النهر. ويلقب هذا الشهر بالأصب لأن الرحمة الإلهية تصب على المؤمنين في هذا الشهر صبا. هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر الله سبحانه وتعالى، شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهر النبي صلى الله عليه وآله. وشهر رمضان هو شهر هذه الأمة. من الجدير بنا نحن المؤمنين أن نعرف حرمة هذا الشهر، وأن نحاول أن نتزود في هذا الشهر من الباقيات الصالحات. أعمال ربما تبدو بسيطة جدا في نظر الإنسان، ولكن لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. من قال في هذا الشهر لا إله إلا الله 1000 مرة في بقية الأشهر، يعني الآن إذا واحد يقول لا إله إلا الله كما ورد في بعض الروايات تغرس له شجرة في الجنة، ولكن في شهر رجب إذا واحد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة عمل جدا بسيط، هذا الثواب الذي نقوله مضمون على الله تعالى. من قال لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة، ليست حسنة واحدة. الحسنة الواحدة التي يبخل بها الإنسان على أبيه في يوم القيامة، وعلى أمه، وعلى أقرب الناس إليه، لأنه هو محتاج إلى هذه الحسنة، ما يتمكن يعطيها لشخص آخر. الله يعطيه 100,000 حسنة وبنى له 100 مدينة في الجنة. 100,000 حسنة ومئة مدينة. الآخرة إحنا لا نفهم، الذي يفهم ذلك الذي كان يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام أمير المؤمنين، كان يقول آه من قلة الزاد،
يعني قليل بعد يريد. فالإنسان كلما يعمل يجب أن يحاول أن يتزود من هذه الحسنات، من هذه الدرجات، من هذه المدن. هذا عمل من الأعمال. ثانيا، من قرأ التوحيد 100 مرة من يوم الجمعة من شهر رجب، لم يحدد في هذا الحديث أو في هذه القطعة أية جمعة، في الظاهر أي جمعة من شهر رجب، كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة. هذا العالم له وسائل معينة للإنارة. شنو وسائل الإنارة في هذا العالم؟ هاي المصابيح الكهربائية، سابقا المصابيح الزيتية، في المستقبل لا نعلم، أكو وسائل معينة. هذه الشمس المضيئة اللي تنير هذا العالم، أما في يوم القيامة بعد هذه الوسائل لا تنفع. هذه الوسائل هناك ما تشتغل. أكو أنواع ثانية من وسائل الإنارة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور، هذا نور الوضوء، نور الصلاة، نور الأعمال الصالحة. في آية أخرى، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، شوي انتظروا، نقتبس من نوركم، شوي انتظروا، في ظلمات يعيشون، شوي انتظروا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هناك بعد مو مكان واحد يحصل النور، الآن واحد يحصل النور. هي هذه الأعمال الصالحة تمثل نور في يوم القيامة. من قرأ التوحيد 100 مرة في يوم الجمعة من شهر رجب كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، عندنا العمرة الرجبية، وعندنا أيضا لا تقل عنها وربما يزيد عنها في الثواب زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في شهر رجب. صلاة ليلة الرغائب، ليلة أول جمعة من شهر رجب، يعني ليلة الجمعة القادم، ثواب عظيم وكبير. خامسا، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد. وهكذا بقية الأعمال المذكورة في كتب الأدعية. إن شاء الله نحاول، نستعين بالله أن يوفقنا حتى لا نحرم من فيض هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. وهنالك مناسبات في هذه الأشهر، مناسبات عظيمة، ميلاد الإمام الجواد، ميلاد الإمام الهادي، ميلاد الإمام الباقر، ميلاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعثة خاتم الأنبياء محمد
شهادة سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجون هارون وغيرها من المناسبات العظيمة، من الجدير أن نحيي هذه المناسبات وأن نهتم بهذه المناسبات، أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من فيض هذه الأشهر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.